ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل المقرب من الراحل دكتور هشام الهاشمي المحلل السياسي هوا عثمان. سيد عثمان مرحبا بك، شكرا لقبول الدعوة. أولا يعني بما أنك مطلع على ما حصل مع هشام ومقرب من عائلة هشام، كيف بدت لك اعترافات المتهم باغتيال هشام الهاشمي؟ هل بدت لك مقنعة؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. طبعا أنا أعرف الصديق هشام منذ فترة طويلة، لا أعرف عائلتهم على الأسف الشديد، وبعد اغتياله لم أتمكن من زيارتهم لأقدم التعازي لهم بسبب الوضع الأمني. كما تعرفون جميعنا مهددون بالذهاب في حال ذهابنا إلى بغداد، المكان تسيطر عليه الميليشيات والخارجين عن القانون، وربما كل واحد منا يستهدف، المقربين من هشام والآخرين. الاعترافات طبعا لم أطلع عليها بشكل كامل، ولكن ما رأيته منها يعني مع الأسف الشديد يبدو وكأن لهذا الضابط كان مشكلة شخصية، أو يحاولون أن يرون مشكلة شخصية. مشكلتنا ليس مع الشخص الذي ضغط على الزناد، المشكلة هي مع الجهة التي وجهت بقتل هشام الهاشمي. هشام لم تكن لديه عداوة شخصية مع أي شخص أو أي جهة، لنقول لكي يذهبوا ويقتلوا بهذه الطريقة. هذه عرض هذه الاعترافات المنقوصة كما قال القاضي من كلام أيوب أيضا، أن يعني يحاولون أن يصغروا مشكلة هشام إلى شيء ربما يكون شخصي. الشيء الوحيد الذي كان الجميع يبحث عنه في عرض هذه الاعترافات هو الجهة التي دفعت بهذا القاتل بالذهاب وقتل هشام الهاشمي بهذه الطريقة الخسيسة حقيقة، ولكن لم نعرف لحد الآن. طيب يعني ماذا يعني عدم ذكر الجهة؟ يعني هنالك إشارة إلى أن جماعة خارجة عن القانون هي من دعمت هذا الضابط، ماذا يعني هذا؟ يعني بشكل واضح الحكومة تخاف أو القضاء يخاف من هذه الجهة. الجهة يبدو أن سطوتها أكبر من سطوة الحكومة، يخافون من أن يعلنوا هذه الجهة ويتم محاصرتهم في المنطقة الخضراء ربما، أو في بيوتهم، أو لا يستطيعون، غير قادرين على كشف الجهة. ما يطلبه أهل الشهيد، ما يطلبه رفاق الشهيد، هو الجهة التي قتلته وليس الشخص. هل تعتقد أن الإعلان، توقيت الإعلان، أريد أسألك أستاذ عثمان عن موضوع الإعلان الآن، لماذا الآن؟ هل يحمل خلفيات سياسية؟ وهل تعتقد أن كانت هنالك إرادة سياسية وراء الإعلان، توقيت الإعلان الآن؟ أنه يعني إجماع سياسي بين الأحزاب. كما نعرف يعني منذ فترة طويلة ويتم الحديث عن إلقاء القبض على قتلة أو التعرف على قتلة هشام الهاشمي دون أن يعلنوا عنهم. هذا التوقيت ربما يكون لصرف الأنظار بعد كل هذه الأحداث التي حصلت في البلاد، من حرق مستشفيات، من انسحاب كتلة كبيرة من الانتخابات، من تدهور الخدمات، من ازدياد سخط الشارع من هذه الحكومة وأدائها. ربما يكون هذا الإعلان أتى كمحاولة لصرف الأنظار عن القضايا الحقيقية، ولكن أعتقد أن طريقة الإعلان، الطريقة التي أعلنوا بها الكشف عن هوية القاتل وليس الجهة، أعتقد سيعقد المشهد أكثر وسيضعف مصداقية الحكومة والجهاز القضائي أكثر بالنسبة للجمهور. وهنالك من يتساءل يعني الإعلان عن قاتل هشام الهاشمي وأنه كان ضابطا في جهاز الداخلية دون ذكر الدوافع، لن ينعكس برأيك ذلك سلبا على وضع الأجهزة الأمنية، نظرة المواطن للعناصر الأمنية في الداخلية؟ يعني الرسالة الوحيدة التي يرسلوها للمواطنين بهذه ببث هذه الاعترافات بهذه الطريقة هو أن الأجهزة الأمنية في البلاد مخترقة إلى حد كبير. إما الأجهزة الأمنية مخترقة والميليشيات والجهات الخارجة عن القانون التي تخاف الحكومة من ذكر أسمائهم
تسيطر على هذه الأجهزة الأمنية التي من المفروض أن تحمي المواطنين لا أن تقتلهم، أو أنه اتهام لأجهزة قوى الأمن وأجهزة الأمن الداخلي ووزارة الداخلية وما إلى ذلك بأنهم هم الذين يقومون بقتل النشطاء والصحفيين واختطافهم، لأنه أمر غريب جدا. يعني الجهة الوحيدة المسمات في هذه الاعترافات هي وزارة الداخلية التي هي من المفروض أن تلقي القبض على هؤلاء القتلة، ولا لا أن تكون لا أن يكون عناصرها هم الذين يقومون بهذا القتل. طيب يعني هنالك سؤالان. الأول، هل تعتقد أن ملف اغتيال الهاشمي انتهى بهذه الاعترافات؟ ثانيا، ألم يحن الوقت لتطهير أجهزة الداخلية كما تدعي الحكومة أن هنالك اختراقات داخل جهاز الداخلية من قبل الأحزاب، وبالتالي هل انتهى موضوع التطهير أو أنها ستطهر أجهزة الداخلية؟ هذا دافع للحكومة لتطهير الأجهزة وأن قضية الهاشمي انتهت؟ ما رأيك؟ أنا برأيي مع هذه الاعترافات قضية الهاشمي بدأت، أو صفحة جديدة أو فصل جديد من قضية الشهيد الهاشمي بدأت بهذه الاعترافات. هل سيتم تطهير أجهزة الأمن الداخلي من هذه العناصر؟ لا أعتقد بأن الحكومة الحالية قادرة على القيام بهذا الشيء. لو كانت قادرة أو لديها نية لكانت أسمت الجهة التي دفعت بهذا القاتل إلى ارتكاب هذه الجريمة. ما فعلته هذه الاعترافات هو الكشف للجمهور بأن الحكومة غير قادرة على فعل أي شيء. نشر هذه الاعترافات بهذه الطريقة ما هو إلا ذر الرمادي في العيون، والجمهور ازداد أو قلت ثقة الجمهور أكثر بالأجهزة الأمنية التي من المفروض أن تحميه بدلا من أن تقوم بقتله. وبالتالي حق الرد محفوظ للحكومة العراقية، والمتحدث باسم الحكومة ليعلق على ما تفضلت به. من أربيل المقرب من الراحل هشام الهاشمي المحلل السياسي هيوا عثمان، كنت معنا مباشرة من أربيل، شكرا جزيلا لك.